أنا عارفة أني بارعة في وضع طلاء الأظافر. الحارسة! حسناً، وقت التفتيش يا فتيات. ماذا لدينا اليوم؟ ولا شيء، لا شيء بحوزتي. لا أثق بك أبداً. وجدت، ليس لديك شيء؟ وما هذا كله؟ أهلا بالحلوى. لا يمكنك خداعي يا فتاة. هل هذا مايونيز فعلا؟ بالطبع. حسنا، جيد. لا مزيد من الحلوى. لن أكون لطيفة معك المرة القادمة. سأعود غدا. أوف، حارسة بغيضة. صدقت حقاً أن هذا مايونيز. تدعى مدينة الحلوى. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ بصحتي. يا لها من حلوى شهية. أنا عبقرية. أفتقد المراسلة بهاتفي، لكنها ستفي بالغرض. رحلة سعيدة. الرسالة تدور. كم هذا مقزز. أمسكتها. ماذا هنا؟ برجر، يدان تتوسلان، علامة تعجب. فهمت الرسالة. لا يمكنني حملها بيدي. التنبيه المدروس مهم. من الجيد أن شعري طويل. انتهيت. تبدو التسريحة جميلة. أنا جاهزة. أين هي؟ أخيراً أنا هنا. كل الأكل هنا، مفهوم؟ عادة ما تتذمرين من الشعر في أكلك. إنها طيبة. هل أوشكت على الانتهاء؟ أهلاً يا صابع الشوكولاتة. يبدو أنك أخذت كل البسكويت. ما لذ هذه الشوكولاتة. مرحبا، أنا أنظف الأرضية. ما هذا؟ أبعدي قدميك، آسفة. لا يمكنني إنجاز أي شيء هنا. سأنتهي قريبا، أعدك. يجب أن أنظف هذه الأرضية جيدا. لا تصطدمي بي. كم هذا مزعج. سأخذ استراحة. نجحت خطتي. هل يوجد أحد هنا؟ مرحبا. ما هذه الرائحة؟ إنها حلوة وتأتي من رأسك. تقصدين شعري. أعطيني بعضا منه. لذيذ. سأتناول المزيد. طعم هذه الحلوى لذيذ. لم تتركي أي شعر لي. كله في بطنك. من المؤكد أن شكسبير هذا صعب الفهم، لكن المسرحية رائعة. هل يحدث شيء مريب هنا؟ هذه ويندي المخادعة. القليل من القراءة، ها؟ لست مغفلة؟ وجدتها. هل يمكنك تفسير هذا؟ ليست لي. لا أصدق هذا. لقد أحسنت التصرف، أقسم لك. لم أفعل. وأخيرا ذهبت. حان رسميا وقت التسالي. أشم رائحة حلوى في المكان. لا، ماذا سأفعل؟ هل نسيت شيئا هنا؟ نسيت قائمتي. هل أنت بخير؟ تبدين متوترة جدا. أعطيني هذا الشيء. لقد قبضت علي. ممتع. يا إلهي،
لا أستطيع التنفس. ما هذا؟ حتماً أصابتني نزلة برد. سأذهب للاستحمام. حسناً، كان ذلك مثيراً. أكره حصة العقاب. يا إلهي، أنا جائعة أيضاً. هل يراني المعلم؟ حسناً، أعتقد أن بإمكاني تناول بعض الطعام. ستساعدني هذه الرقائق قليلاً. ها؟ ماذا يحدث هناك؟ أنت تعرفين القوانين هنا جيداً؟ عذراً، كم هو فظ. أنا أراقبك. مهلا لحظة، أعتقد أني توصلت لفكرة ذكية. أحتاج إلى حافظة الأقلام لأنها تخفي بداخلها الكثير من الحلوى. حسنا، أين المبرات؟ أريد بري هذا القلم. لا أصدق أني نجحت. كم أنا ذكية. ماذا هناك الآن؟ أنا أبري القلم، أترى؟ سأعود للكتابة الآن. علي التحقق من كل شيء. جيد، يبدو منشغلا من جديد. سأتناول لقمة صغيرة. شهية. كم أنا ذكية. يمكنك الدخول. مرحبا، أتيت لحضور عرض الأزياء. ماذا تحملين في يدك؟ كلا، هذا ممنوع. لكن وجبتي الخفيفة. هيا اذهبي من هنا. انتظرت هذا العرض لوقت طويل، لكني جائعة أيضا. هاي، خطرت لي فكرة لاستخدام حبيبات الحلوى. أجل، قد ينجح هذا. سألصقها على جواربي. ربما أبدأ موضة جميلة. هيا، الحبلة الأخيرة. أنا ذكية جدا. أنا جاهزة، حان الوقت للذهاب إلى العرض. عذراً، لقد عدت. أريد الدخول إلى العرض الآن. لنرى. حسناً، يبدو كل شيء على ما يرام، يمكنك الدخول. أجل، فعلتها. الحلم أصبح حقيقة. هذه الجوارب الطويلة، صنعتها بنفسي. وفيها سر أيضاً. أفضل جوارب على الإطلاق. مرحباً، مقعد واحد من فضلك. لنرى. جيد. الطعام ممنوع. هل يوجد طعام بحوزتك؟ لا، أنا سأحكم بنفسي. هذا محظور تماماً. لا يمكن لشيء أن يتجاوزني أيها الفتاة. هذا اللؤم، لكنها ليست دقيقة الملاحظة. من كان يعلم أن الحقائب شهية هكذا؟ كم أعشقك يا حلوياتي. هولا، إنها تفتش الطلاب. أظن أنها تستخدم عصا سحرية تكشف الأكل. لا، حلواي الجلي. ماذا سأفعل الآن؟ لا يمكنني التخلي عن حلوياتي. يجب أن أخفيها في مكان لن تصل إليه. ربما سيتسع لها حذائي. سأضعها كلها تحت بلوزتي. كل هذه الخطط فاشلة. هذه الكتب ثقيلة. لا، الكرة الأرضية. هل انكسرت؟ ماذا سأفعل؟ ابقي هنا أيتها الكرة الأرضية. سأعود حالاً. مهلاً، يكمن الحل في هذه الكرة الأرضية. حسناً، ستأتين معي. مرحباً يا معلمة، أنا مستعدة للحصة. يجب أن أفتشك أولاً. أمل ألا تكشفني. يبدو أنك لا تحملين أي أكل. يمكنك الدخول. إحضار هذه الكرة الأرضية فكرة جيدة. هل استدارت المعلمة؟ سأفتح الكرة الأرضية وأخذ حبة. سأغلقها بكل سهولة. أجل، أنا أعشق هذه الحلوى.